أعلنت البحرية الأمريكية عن إحباطها لمحاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج تابعة للأسطول الخامس الأمريكي. وفي بيان لها قالت إن المحاولة تمت عن طريق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني. وأكدت البحرية الأمريكية أن تصرفات الزورق الإيراني كانت مستفزة وغير مبررة، مشددة على إبقاء قواتها في حالة يقظة وإبحار في أي مكان وفق القانون الدولي. معنا من واشنطن مراسلنا جو تابت. جو، ما هي التفاصيل لديك حول هذا البيان المتعلق بمحاولة من الحرس الثوري للاستيلاء على سفينة وغير مأهولة بحسب البيان؟ هذا ما أعلنه قبل قليل مسؤول في القيادة الوسطى الأمريكية وتحديدا قيادة سلاح البحرية في المنامة بالبحرين، حيث أكد أن سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت السيطرة أو سرقت أو الاستيلاء على سفينة بحرية أمريكية، هي سفينة مسيرة عن بعد غير مأهولة. وعادة هذا النوع من السفن في الواقع هو سفن للتصوير والرصد والتجسس. البحرية الأمريكية أكدت أنها أحبطت محاولة الحرس الثوري الإيراني، وأكد قائدها في بيان له بأن البحرية الأمريكية المتواجدة في مياه الخليج ستواصل إبحارها، ستواصل عملياتها البحرية والعسكرية في المياه الدولية التي يسمح بها القانون الدولي، معتبرا تصرفات إيران بأنها غير مهنية، غير قانونية، وبأنها استفزازية في الوقت نفسه. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا جو تابت.